طيب بالتالي بعد مباراة الأمس عندنا بعض الأخبار اللي هامة جدا بالنسبة للفريق اللي استأنف تدريباته بشكل طبيعي النهاردة في تمام الساعة 1 ظهرا استعدادا للمباراة الحاسمة أمام الهلال السوداني يوم السبت القادم بإذن الله تعالى هناك في السودان. تدريبات النهاردة تعتبر تدريبات بدنية خفيفة واستشفائية بالتحديد للناس اللي لعبوا المباراة أو لعبوا أكبر كما ممكن من دقائق في مباراة الأمس، فبالتالي طبيعي جدا لتجنب الاجهاد يبقى تدريبات استشفائيه من خلال مران اليوم، وكان في بعض تدريبات الكره الخفيفه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وبدايه الاستعداد خلاص لفريق الهلال ابتدت من النهارده، وان شاء الله باذن الله الاهلي يفرح جماهيره يوم السبت الجاي. فايلر كمان بيجتمع مع لاعبي الاهلي قبل المران اليوم واتكلم معاهم بخصوص التحضيرات الفنيه الخاصه بمباراه الهلال السوداني. فيما يتعلق كمان بالكابتن سعيد عبد الحفيظ بيجتمع مع فايلر وكابتن سمير عدلي للترتيب لرحلة السودان، ويعني بخصوص كل الترتيبات اللي بتتعلق بموعد السفر ومقر الإقامة هناك والتنقلات وملعب التدريب، كل هذه الأمور اللي حضراتكم بتبقوا عارفينها بخصوص السفريات الخاصة بفريق النادي الأهلي واطمأن عليها مستر فايلر بشكل كبير. احنا عارفين طبعا السفر هيكون يوم الخميس العصر بإذن الله، الفريق يوصل يتمرن الجمعة ويلعب يوم السبت المباراة ويرجع لنا كسبان بإذن الله تعالى. كابتن سعيد عبد الحفيظ طبعا كمان بخصوص الامور التنسيقيه الخاصه بمباراه الهلال السوداني يعني تواصل مع سفير مصر في السودان السيد حسام عيسى للتنسيق معاه بخصوص كل الامور تتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي يوم الخميس القادم باذن الله. كمان من ضمن الترتيبات تطعيم فريق النادي الاهلي او لاعبي الفريق قبل السفر للخرطوم، وده امر بيبقى من ضمن الترتيبات والامور الطبيعيه جدا قبل السفر بالتحديد في اي دوله في افريقيا. فيما يتعلق بمحمد الشناوي، محمد الشناوي كلنا قلقنا امبارح قلنا الاصابه صعبه، عاجبني كمان ان هو تحامل على الاصابه بشكل يعني تحامل على نفسه وقدر ان هو يكمل المباراه وما خسرش فريق تغيير، ويعني دي سمه من سمات الابطال يعني او لاعب النادي الاهلي. فبخصوص الاصابه يعني هي اصابه بسيطه في ظهره وان شاء الله مش هتعيقه اطلاقا عن خوض مباراه الهلال، لكن في اشعه بتتعمل على ظهر اللاعب عشان يتم الاطمئنان بشكل اكبر. نتيجه الاشعه لسه ما طلعتش، اول ما تطلع هنبلغ حضراتكم بنتيجتها ويعني مدى امكانيه مشاركه الشناوي بدايه من مران الغد باذن الله تعالى. رمضان صبحي بيستكمل برنامجه التأهيلي، واحنا يعني الكل بيتوقع او بيتنبأ ان ممكن رمضان يلحق مباراة الهلال، هيبقى الموضوع صعب شوية في احتمالات، لكن مش هيبقى في اصرار على اشراك رمضان في مباراة الهلال، وده هيترتب على يعني اكتمال البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب عشان يرجع يكون لائق بنسبة 100% للمشاركة في التدريبات أو المشاركة كمان في المباراة، وطبعا قبلها التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. صلاح محسن لاعب النادي الأهلي أصبح لاعبا لسموحة لمدة 6 أشهر بعد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة ب انتقال اللاعب لسموحة لمدة 6 شهور، ويرجع بعديها إن شاء الله ونتمنى له كل التوفيق مع سموحه خلال الفتره اللي جايه. بالمناسبه ده قفشه في تمرين النهارده على فكره، دي لقطات من مران اليوم والامور طبيعيه جدا عشان الناس اللي بتهول الدنيا، بس لا الامور طبيعيه جدا مفيش اي مشكله اصلا خالص، ولو كان في مشكله كان كابتن سيد ما عدهاش يعني حضراتكم عارفين يعني، فقفشه موجود في التدريبات والامر طبيعي جدا يعني.